في المؤتمر الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان تحت رعاية الأمم المتحدة، أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان، كما جددت المملكة وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته. تعرب المملكة العربية السعودية عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، وتجدد وقوفها مع الشعب الأفغاني في خياراته والمحافظة على سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم المساهمات البناءة التي تقود البلاد نحو تحقيق التنمية والرفاه للشعب الأفغاني الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية. تعهد المانحون الدوليون بتقديم دعم مالي وسياسي لعملية السلام في أفغانستان، وتوقع المشاركون وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة وقفاً مستداماً لإطلاق النار من شأنه أن يساعد البلاد في إعادة البناء والتعافي بعد عقود من الصراع. تأمل بلادي أن تقود الحكومة الجديدة، حكومة تصريف الأعمال، الجهود نحو بناء الدولة على النحو الذي يعزز الأمن والاستقرار ويقود البلاد نحو مستقبل مزدهر يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق. وأطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا يهدف إلى الحصول على مبلغ 606 مليون دولار لدعم برامج المساعدات الطارئة في أفغانستان، ودعا المؤتمر إلى انسياب العمليات الإنسانية للشعب الأفغاني دون شروط واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة وضمان تأمين حركة موظفي الإغاثة الدولية. القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان والمرأة كانت حاضرة على طاولة المؤتمر الدولي لأفغانستان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.